بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في تشابتر جديد، وعنوان التشابتر هو الشيت بايل وولز. طيب، احنا زي ما اتكلمنا في التشابتر بتاع الريتينينج وولز، فبنقول ان برضو شيت بايلز هو سيم بيربوز از ريتينينج وولز. انا عندي ليفلز، two levels of soil او of ground levels. عايز عندي upper level و lower level. طيب عايز اصمم structure عشان عندي difference في levels of ground. عادة sheet piles بيبقى temporary structure زي الصورة اللي انت شايفها دي. اهو ده الشيت بايل اهو يا شباب، زي ما احنا شايفينه. انا جيت هنا حوطت المنطقة دي بالشيت بايل ستيل اهو زي ما انت شايفه. هاجي في المنطقة دي اروح حافر، احفر واطلع السويل بره، فهيبقى في عندي ليفلز اهو. دي ده الاوريجينال جراوند ليفل. انا رحت داقي الشيت بايل اول اراوند، حوطت السايد بتاعي وهخش جوه السايد، هشيل السويل اللي جوه، هعمل ستراكشر او مثلا بعمل بامب ستيشن، بحط مواسير، اي ستراكشر بحطه وارجع ايه اردم بعد كده. فعاده بيقول لك ان زي ما انت شايف في السلايد ان الشيت بايل هو تمبري ستراكشر تو فاسيليتيت الاكسكافيشن، ولو انا عايز اعمل دي ووترنج اوف ليميتد اريا زي ما انت شايفين كده. طيب برضو في الووتر فرونت ستراكشرز، اي مباني او منشات على البحر، ممكن قوي في ارصفه المواني في الهاربرز بنستخدم الشيت بايلز، بس ساعتها بتبقى بيرمننت ستراكشر. طيب نيجي بقى ايه انواع الشيت بايلز. انواع الشيت بايلز، النوع الاولاني كان كليفر شيت بايل زي ما انت شايف اهو كان كليفر. انا عندي upper ground level lower ground level وادي الشيت بايل. جيت الاول الجراوند ليفل ثابت، دقيت الشيت بايل اهو حديد دقيته ورحت حافر، فبقى عندي الشكل ده كان كليفر شيت بايل. ده النوع الاولاني. النوع الثاني بنسميه انكور شيت بايل اهو. انا جيت دقيت وبركب انكور، هنشوفه في الديزاين اهو، فده بنسميه انكور شيت بايل. النوع الثالث هو بنسميه ستراتد شيت بايل وول. ان انا عندي الجراوند ليفل اهو، بروح داقي شيت بايل على اليمين، شيت بايل على الشمال، وبعدين ابدا احفر على مراحل، وكل ما اوصل لمرحله بركب الاسترات، كل ما اوصل لمرحله اركب الاسترات، كل ما اوصل لمرحله اركب الاسترات، لحد ما اوصل ل الماكسيمم اكسكافيشن ليفل. عاده بنستخدم الاسترات ديت لو انا عندي مواسير على عمق طويل، على عمق كبير متاسف، او لو عندي منشات بعمل بدرومات تحت الارض، بدرومين وثلاثه واربعه، فبنستخدم الاستراتيد اكسكافيشن بهذا الطريق. الشابتر ده هنتكلم وهنغطي الديزاين بتاع الكانتليفر والانكورد، والشابتر اللي بعده هنتكلم عن الديزاين اوف استراتيجي. ايه بقى الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها في عمل الشيت بايل؟ نمره واحد التمبر، خشب. دي عاده في الشالو اكسكافيشن زي ما انت شفت كده في السلايد اللي فاتت، عندي اكسكافيشن وعايز اركب ماسوره، فدق خشب وعايز احفر مترين ثلاثة أربعة بالكتير، اروح داقي خشب ومركب الماسوره ورادم عليها وشايل الشيت بايل وماشي، او سايب الخشب مكانه. الحالة الثانية ممكن استخدم بري كاست ار سي، يعني ممكن استخدم البري كاست ار سي. النوع الثالث وده النوع المهم اللي احنا هنركز عليه في الشابتر ده هو الستيل شيت بايل. يبقى عندي ثلاث انواع، يا اما تمبر شيت بايل، يا اما بري كاست ار سي رينفورسد كونكريت، يا اما ستيل. ايه ميزه بقى الستيل شيت بايل؟ الشيت بايل هو الموست كومن تايب وي يوز جنرالي في حاله الاكسكافيشن. طيب ليه بنفضل، ايه الادفانتجز؟ نمره واحد طبعا عاده الشيت بايلز بتركب بالدق،
بالدرايفنج، فطبعا الستيل ات ريزيستس هاي درايفنج ستريسز. ماشي، نمره اثنين، انا بشيل الشيت بايل من حته لحته، فطبعا وزنه بالنسبه للبري كاست ار سي بيبقى وزنه خفيف جدا بالنسبه لو انا عندي رينفورسد كونكريت او بري كاست رينفورسد كونكريت، فبيقول لك اتس ريلاتيفلي لايت ويت. نمبر 3، الادفانتج اللي بعد كده كان بي ريوزد، طبعا مسته الستيل حطيته دقيت عملت الاكسكافيشن ركبت الاستراكشر بتاعي او البايب او وات ايفر واروح رادم وجايب المكنه خالع الشيت بايل ورايح لموقع تاني اند سو اون، بيبقى ات كان بي ريوزد سيفرال تايمز. نمبر 4، اتس مور ديورابل، ات از مور ديورابل. نمبر 5، ودي بقى نقطة مهمة جدا، هو easy to increase its length by welding or bolting. يعني ايه بقى يا شباب؟ انا باجي احفر على عمق مثلا عايز احفر 5 متر، دقيت الشيت بايل الاول قبل ما احفر ورحت حافر 5 متر، بعد شوية لقيت ابتدى يحصل انا عايز اعمل اكسكافيشن 5 متر فدقيت الشيت بايل، هنشوف في الديزاين 8 متر 9 متر بالطول 8 9 متر، لازم يبقى في penetration depth. قول مثلا كان الاكسكافيشن 5 انا نزلت تحت الاكسكافيشن كمان 3 متر، فالتوتال لينث اوف شيت بايل عباره عن 8 او 9 متر. طيب جيت انا بعد شويه بعد شهر شهرين لقيت ان لا ابتدى يحصل ديفليكشن في الشيت بايل، ابتدى يتحرك، ما دام ابتدى يتحرك اقول لا استنى بقى انا لازم اعمق له، كل ما البنتريشن ديبث بتاع الشيت بايل زاد كل ما الديفليكشن قلت يبقى هعمق الشيت بايل شويه. طب انا دقيته هعمل ايه بقى؟ اقول اه لا استنى بقى اروح مجاي بالستيل وحاطط عامل ويلدنج او بولتنج، جبت سكشن تاني واروح جايب المكنه وابدا اعمل درايفنج وازود اطوله او ازود الطول بتاعه. فدي ميزه مهمه جدا اهو تاني هعيد، it is easy to increase its length by welding or bolting. ايه بقى التيبيكال شيبس بتاعته؟ اهو الشيب اللي احنا شفناها، يا اما كده وهو بيحصل له تعشيق بركب دي بدقها وعشق في اللي بعدها اند سو اون، او بيبقى على شكل الزد، حرف الزد كده، او على شكل اليو، ممكن لو دي زاويه قايمه يبقى على شكل اليو. اهو ادي سكشن وبعدين بتضمه بسكشن تاني وهكذا، فدي التيبيكال شيبس. تعالى بقى نبدا نشوف هاو تو ديزاين الشيت بايل. نمره، احنا اتفقنا ان الشابتر ده هيغطي الكانتليفر والانكور، تعالى نشوف الكانتليفر، هاو تو ديزاين الكانتليفر شيت بايل. اول حاجه هو بيجيب الاستابيليتي بتاعته منين؟ بيجيب الاستابيليتي بتاعته هنا، انت فاكر في الريتيننج وولز قلنا الاستابيليتي بتيجي من يا وزن الحيطه اللي هو في حاله الجرافيتي وول، يا السويل اللي فوق القاعده بتاعت الكانتليفر ريتيننج وول. طب هنا بقى هجيب الاستابيليتي منين؟ هبص بقى الاقي عندي تو ليفلز، الليفل ده اعلى من الليفل ده، يبقى السويل هنا هيضغط في الاتجاه ده تو ذا ليفت سايد اهو في هذا الاتجاه، وبالتالي هيتولد هنا اكتف، والشيت بايل هيدوس على السويل من هنا هيتولد هنا باسيف، يبقى الباسيف هنا لازم اخده معايا في الاعتبار، ما اقدرش اهمله زي الديزاين بتاع ريتيننج وولز الكونكريت ريتيننج وولز او الجرافيتي وولز، اهمل الباسيف هنا، لازم احط الباسيف لان هو ده الكانتيفر شيت بايل gains its stability from passive resistance، ملهاش حل. طيب عاده الاتش بناخدها 4 متر 5 متر ما نزودش عن كده، هنا بيقول لك ممكن اب تو 7 متر بس انا رايي ما نزودش عن 4 5 متر. الديزاين ستيبس بتاعتنا يا شباب، نمره واحد، طبعا to design any structure you have to determine the forces اللي acting على الشيت بايب. نمبر 2، عايز احسب البنتريشن ديبث، كلمني مقاول قال لي انا عندي عايز احفر بعمق 4 متر، ها اعمل ايه؟ اجيب شيت بايل ايه؟ اول حاجه لازم احدد له الطول التي، يبقى determine the penetration depth تي. نمبر 3 بقى في الديزاين ستيبس، لازم احسب السكشن، اشوف السكشن ده هجيبه الستيل سكشن ده او الكونكريت سكشن او الوود سكشن، هيبقى قطاعه عامل ازاي؟ فيبقى يقول لك الخطوه الثالثه ديتيرمن الام ماكسيمم اند سكشن مودلز. يبقى تاني ديزاين ستيبس، نمره واحد
هنحسب الفورسز نمرة 2، هنحسب البنتريشن دبث نمرة 3، هنحسب الماكسيموم مومنت اند سكشن مومنت. طيب تعال نشوف، ادي هو شيت بايب شكله بالطريقه دي، السويل ابتدت تدوس عليه كده، ابتدى يتحرك، بس طبعا الرسمه دي اكزاجوريتنج يا شباب، هو مش هيتحرك بكل القيمه دي، انا بس مكبرها عشان تبقى واضحه ليكم. فلما يتحرك هيحصل روتيشن حوالين النقطه او، الروتيشن دي هتعمل ايه؟ هتخلي السويل اللي بيهايند الشيت بايل من 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 سطح الارض، من الـ من الابر جراوند ليفل up to point O هتتولد active earth pressure. طيب والناحية دي ضغط هتولد passive earth pressure. طب وعند الروتيشن قلب، فالاكتف يقلب passive والباسيف يقلب ايه؟ active. اهو شكل الديفورميشن واضح، لما الاستراكشر هيبعد عن السويل يبقى active، لما الاستراكشر يقرب من السويل يبقى passive. هنا الاستراكشر قرب من السويل يبقى الاكتف يقلب باسيف، هنا الاستراكشر بعد عن السويل يبقى الباسيف يقلب ايه. طيب نيجي بقى، طبعا بالطريقه دي انا ممكن احسب عندي اعمل معادلات في مجاهيل، ايه بقى الانون؟ الانون اللي عندي المسافه دي تي 1 والمسافه دي تي 2، اخد سيجما المومنت بيساوي صفر وسيجما الاكس بتساوي صفر، احل معادلتين في مجهولين، اطلع قيمه المسافه دي هنقول تي 1 والمسافه دي تي 2. لكن في هندسه القاهره بنتبنى سمبليفيكيشن للفيجر ده. دلوقتي في هندسه القاهره عندنا بنعمل سمبليفيكيشن، ايه بقى يا شباب السمبليفيكيشن دي؟ انا هاجي هقول ان المسافه من 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 لو انا حسبت اكزاكتلي بنلاقي ان الدبث تي 2 ده اللي هو من الاو، من البوينت او لحد نهايه الشيت بايل بتبقى مسافه صغيره قوي. فقال لك طيب انا هاخد الاي باسيف اللي هي بالاحمر ماينس الاي اكتف واحطها هنا بكومبوننت، هنقلها من السي جي بتاعها لحد الاو، هتتنقل بكومبوننت سي برضو اهي كبيره اهي، بلس شويه دلتا ام كده، شويه دلتا ام مومنت في هذا الاتجاه، تمام؟ يبقى ده السمبليفيكيشن، هنقل الفورس سي للنقطه او بفورس بلس شويه مومنت، وبعدين ابدا احل بقى، عايز احسب البنتريشن دبث. احسب البنتريشن دبث ازاي؟ هقف عند النقطه او واخد سيجما المومنت. طيب الاي اكتف هتبقى بدلاله اتش بلس دي، دي الانون انا مش عارف دي. طيب والاي باسيف برضو الاي باسيف بدلاله دي، خلاص هقف عند النقطه او واخد، هقول الاي اكتف في الواي اكتف ماينس الاي باسيف في الواي باسيف بتساوي زيرو. السمبليفيكيشن هنا يبقى انا اهملت الدلتا مومنت، الدلتا ام دي اهملتها، لان يعني انا واقف عند النقطه دي، لما اقف عند النقطه دي واخد مومنت يبقى طيرت الكومبوننت سي، بقى لي الدلتا ام اهملتها. المعادله دي هيطلع لك معادله واحده من الدرجه الثالثه في المسافه دي، احلها واطلع قيمه الدي، جت الدي. طب انا عملت السمبليفيكيشن اوصل للتي ازاي؟ اذا التي بتساوي هزودها ب 20%. خلي بالك في السلايد اللي فاتت لو انا حليت اكزاكت، بعض الكتب وبعض المراجع بتحل اكزاكت، ترسم الاكتف والباسيف على اليمين والباسيف والاكتف على الشمال، يطلع لك معادلتين في تي 1 وتي 2، بس معادلتين في مجهولين من الدرجه الثالثه، فبيبقى الحل صعب جدا وغالبا هيتحل غلط. طب وليه ما نعمل السمبليفيكيشن دي اللي احنا في الكليه عندنا بنتبناها ويطلع الحل مظبوط؟ لان معادله واحده من الدرجه الثالثه في دي وازودها 20% وخلاص، تمام؟
طيب عايز احسب الماكسيموم مومنت، كل انتوا اشطر مني بقى. الماكسيموم مومنت مساله ستراكشر، الماكسيموم مومنت هو المومنت اللي عند الزيرو شير. طيب يبقى الاول عايز اجيب فين البوينت اللي عندها الزيرو شير، يبقى هقول المثلث الاخضر ده الاكتف بيضاده مثلث تاني اخضر باسيف، اهو اي اكتف واي اهو بيساوي اي باسيف واي. دي معادله من الدرجه الثانيه، لان الاي اكتف يا شباب هي عباره عن فانكشن في اتش بلس واي سكويرد، وبرده اي باسيف طبعا فانكشن في واي سكويرد، فدي معادله من الدرجه الثانيه واي جيت واي. تمام، بعد ما عرفت مكان الواي او الان ابدا احسب المومنت، هاخد كل الفورسز دي يعني الاي اكتف واي في المسافه دي ماينس الاي باسيف واي في المسافه دي يديني الام ماكسيمم. يبقى ام ماكسيمم حسبته، بعد كده اجيب السكشن مودولس هو زد بتساوي ام ماكسيمم على سيجما واي اللي هو الالاوبل ستيل، الالاوبل سترينث اوف ستيل. تمام طيب في ملحوظه هنا عايز انبهك ليها، خلي بالك الواي هنا لازم تيجي طبعا تحت الايه اللور جراوند ليفل، مش معقول الواي تبقى فوق، ازاي تبقى فوق؟ انت بتشوف قد ايه من المثلث الاكتف بيضاده قد ايه من مثلث الاكتف. تمام طيب احنا التو سلايدز اللي فاتوا اشتغلنا بالتوتال بريشر، ممكن نشتغل بالنت بريشر. ايه بقى قصه النت بريشر؟ ان انا جيت رسمت الاكتف ايرث بريشر لحد النقطه دي، وبعدين هاجي من النقطه دي كان الباسيف الاكتف مكمل لحد هنا، لا هطرح من الاكتف المثلث بتاع الباسيف، فالنقطه دي قيمه الباسيف هنا كام؟ بنعمل سوبر بوزيشن، طبعا كلكم درستوا السوبر بوزيشن في الاستراكشرز. يبقى انا هاخد النقطه دي احسب اضيف عليها او اطرح منها الاي باسيف، طبعا هطرح منها الاي باسيف، الاي باسيف كانت عند اللور جراوند ليفل بصفر ففضلت زي ما هي، بعد كده كل شويه بطرح 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 لحد ما اوصل يحصل كده، يبقى ده شكل النت ايرث بريشر. دي طريقه ثانيه للحل، انا ممكن احل الكانتليفر شيت بايل، ركزوا معايا، احل الكانتليفر شيت بايل يا اما بالتوتال ايرث بريشر يا اما بالنت ايرث بريشر، انت حر. انصحك في الشيت مع المعيدين اي مساله كانتليفر شيت بايل حلها مره بالتوتال ايرث بريشر ومره بالنت ايرث بريشر، لازم التو انسرز سواء البنتريشن دبث في او المومنت لازم يطلعوا زي بعض بالظبط. تعال نكمل، هنجيب البنتريشن دبث. اجيب البنتريشن دبث ازاي يا شباب؟ اهو الاول هجيب الديستنس يو. ما هي تعريف الديستنس يو؟ الديستنس يو اللي عندها زيرو لود او زيرو بريشر، اللي عندها الاي سمول بقى اي اكتف يو بتساوي اهي اي باسيف يو. طب الاي اكتف يو دي بتساوي ايه؟ اهو جاما كي اكتف في اتش زائد يو. طب والاي باسيف يو هي جاما كي باسيف يو بس، طبعا معادله من الدرجه الاولى في يو وي جت اليو. بعد كده عايز احسب الاي باسيف نت، طبعا الاي باسيف نت هي عباره عن جاما في اكس بقيه المسافه هي اكس كي باسيف ماينس كي بس، جبت الاي باسيف نت. طبعا انا مش عارف قيمه الاكس، يبقى هقف هنا وهاخد سيجما المومنت. سيجما المومنت بيساوي ايه بقى؟ الاي اكتف 1 في المسافه دي بلس الاي اكتف 2 في المسافه دي ماينس الاي باسيف نت في اكس على 3 اهي. بس من المعادله دي هتبقى معادله زي ما قلنا من الدرجه الثالثه في اكس، حل المعادله وجات الاكس، وبعد كده هزود ال 20% يبقى تي بتساوي 1.2 في يو بلس اكس. ماشي يا شباب؟ عايز اجيب النت ايرث بريشر الماكسيموم مومنت، اجيب من خلال النت ايرث بريشر ماكسيموم مومنت ازاي؟ اول حاجه زي السلايدز اللي فاتت بدور على البوينت اوف زيرو شير، طبعا البوينت اوف زيرو شير لازم تبقى تحت اليو. انا الاي اكتف 1 معروفه، الاي اكتف 2 معروفه ماجنيتيود، لازم اسويها بحته مثلث اخضر اهو هو اي باسيف واي. اذا الاي باسيف واي بتساوي السيجما اي اكتف، دي معادله من الدرجه الثانيه في واي جت الواي. من هنا احسب
الام ماكسيموم ومنها السكشن موديل. زي ما قلت دي هتبقى زي الثانيه بالظبط. تمام؟ طيب لو عايز بقى اعرف الايفكت اوف جراوند ووتر تيبل، ايه الايفكت اوف جراوند ووتر تيبل؟ تعال نشوف. لو عندي هنا upper level للمية وهنا lower level للمية، هرسم النت ووتر بريشر. النت ووتر بريشر اهو مثلث نزل كده، اول ما يقابل في بقى مثلث برضو ازرق الناحيه الثانيه، لما الازرق اللي الناحيه اليمين يقابل الازرق من الناحيه الشمال ينزل مستطيل زي ما هو كده. يبقى ده شكل النت ووتر بريشر اهو. او محدش عاجبه الطريقه دي خلاص اعمل زي ما سال الريتيننج ووتر، ارسم المثلث من اول هنا لحد اهو، متاسف من اول هنا لحد تحت كده، يبقى خط كده كامل، واطرح منه مثلث هنا بالازرق اهو من اول النقطه دي، هيبقى مثلث ماشي كده. لو طرحت المثلث ده من المثلث الكبير ده يطلع لك المستطيل. طيب هنا بقى في ابروكسيميشن لازم انبهك ليها. ايه بقى؟ اللي منكم درس جراوند ووتر فلو، واعتقد طلبه رابعه مدني عندنا عام درست الفلو نتس، وان هو لو في شيت بايب وعندي ابر جراوند ووتر تيبل ولور جراوند ووتر تيبل، ففي ميه ماشيه او فلو اوف ووتر ماشي من الابر ليفل بيعدي كده وبيمشي لللور ليفل. ما دام في ميه ماشيه كده معنى كده ان الووتر بريشر عند التيب بتاعت الشيت بايب ما هياش الاوردن ده، امال بتساوي كام؟ بتساوي صفر. الله، يعني بيبقى يعني مثلث طالع مثلث كده نازل وبعدين يجي المثلث يروح عامل اهو اهو اهو. تمام يا شباب؟ اهو. عامل كده اهو. نازل كده المثلث اهو. طيب ده يبقى نازل كده. اذا انا conservatively wise اهو conservatively زودت مثلث تاني بالفرض ده. احنا في هندسه القاهره بنرسم الازرق ده، خلاص انسى بقى اللي انا عملته ده، انسى لو سمحت اهو اهو. ونرجع تاني هنشتغل على مثلث ومستطيل وبعدين بس، يبقى انا عارف ان الحل ده conservative. طيب لما تتخرج بقى حضرتك تعمل ايه؟ تحل طبعا اكزاكت وتشتغل صح. طيب عندي بقى ديزاين اوف كوهيزيف سويلز. لو انا عندي السويل بتاعتي كلي، حاجه من الاثنين، يا شورت تيرم يا لونج تيرم. لو لونج تيرم هو فاي سويل خلاص هيبقى زي السلايدز اللي فاتت. طب ولو شورت تيرم؟ شورت تيرم اناليسز يبقى سي بقيمه والفاي بصفر. هرسم الايرث بريشر، تعال بقى نشوف الايرث بريشر يا شباب يترسم ازاي. هنرسم الاكتف لحد هنا اهو، طبعا في هنا التنشن والزد نود زي ما شفنا في مسائل الايرث بريشر، وبعدين بيكمل كده لحد هنا حسب الاي اكتف. تمام؟ طيب هاجي بقى هنا عايز ارسم الاي باسيف، هطرح من النقطة دي الاي باسيف، هطرح منها الاي اكتف. طيب عند النقطة دي الاي باسيف بيساوي كام؟ الاي باسيف هنا سمول بيساوي جاما في اتش، اتش بزيرو لان مفيش اي عليها اي لود، يبقى هيبقى بلس لانه باسيف 2 سي. طب والاي اكتف؟ الاي اكتف عبارة عن جاما اتش اهو، جاما اتش ماينس 2 سي. الله، يبقى انا هنا الاي اكتف جاما اتش اهي ماينس 2 سي. لو جمعت عليها او جيت الاي باسيف 2 سي ماينس الاي اكتف، يبقى اي باسيف هيبقى 2 سي ماينس جاما اتش ماينس ماينس 2 سي، يديني اي باسيف 4 سي اندرين ماينس جاما اتش اللي هي الاوردينيت ده. طب لو نزلت لحد تحت نفس الكلام، جربها انت بقى، جربها انت. اذا تلاقي شكل النت ايرث بريشر دايجرام في حاله الكويزف سويلز في الباسيف بيجي لك مستطيل كده. ده بيودينا لحته مهمه جدا. ايه بقى الحته دي؟ ان عندك ليميتنج هايت. يعني ايه ليميتنج هايت؟ افرض
الجاما اتش، كل ما الجاما اتش زادت، لو انا مدي لك نوع الكلي فالاربعه سي اندرين دي ثابته، دي بروبرتي للكلي، كل ما الاتش ارتفاع الحفر يزيد الفاليو دي تقل، معنى كده الاي باسيف الاوردينت هيقعد يقل 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 لحد ما يوصل للصفر. لو وصل للصفر معناها يا شباب ان الاي اكتف مفيش اي حاجه تضاده اي باسيف، اذا وي كانوت ديزاين شيت باي. اذا في حاجه اسمها ليميتنج هايت. ايه الليميتنج هايت؟ ان الماكسيمم هايت يعني لما يجي مقاول يقول لي انا عندي كلاي نوعه كذا ويديني السويل بارامترز بتاعته، وبعدين يقول لي انا عندي الاتش اعمل اكسكافيشن بعمق 5 متر، لازم اعوض في المعادله دي اقول 4 في السي اندرين ماينس جاما في 5. طلعت الرقم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو طلعته بوزيتيف نشتغل، لو طلعته نيجاتيف ما ينفعش. فدي جت من هنا ليميتنج هايت، هو الاتش ال لازم تبقى اقل من 4 سي اندرين على جاما. الله، طب وافرض هنا في شويه سيرتشارج، لو في هنا شويه سيرتشارج هيغيروا المعادله ويقللوا لك الاتش ال برضه. تمام يا شباب، يبقى ناخد بالنا من حكايه الاتش ال.